السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن نهزم ولن نستسلم، بل مكملين بإذن الله للآخر. اليوم سنتكلم عن موعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة الجزائر وأوغندا اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023. قبل ما نبدأ بتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، وبإذن الله الفوز ليكون للفريق الجزائري، فريقنا بإذن الله تعالى. أتمنى من أخواني وأخواتي اللايك والاشتراك. يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره أوغندا مساء اليوم السبت ضمن منافسات التصفيات المؤهلة بكأس إفريقيا 2023، ويلتقي الجزائر أمام أوغندا على أرضية استاد 5 يوليو في أطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعة بالتصفيات القارية. ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بجانب النيجر وتنزانيا وأوغندا. وطبعا موعد مباراة الجزائر وأوغندا اليوم، تقام مباراة الجزائر وأوغندا في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت السعودية. أما بالنسبة للقنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأوغندا في كأس أمم أفريقيا، تذاع المباراة عبر قناة بين سبورت، وينقل أيضا على قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على النايل سات. معلق مباراة الجزائر وأوغندا طبعا حفيظ الراجي، هذا يتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة الجزائر ضد أوغندا. طبعا بنتمنى الفوز للفريق الجزائري بإذن الله تعالى. كلنا معاك أيها الفريق الجميل، ولن 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 نتنازل عنك بإذن الله تعالى. أتمنى من الجميع من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك، وانتظرونا بإذن الله تعالى مساء في هذه المباراة. نحن ننتظر بإذن الله، سوف نلتف حول هذا المنتخب الرائع، وسوف نكون معها بقلوبنا وتشجيعاتنا بإذن الله تعالى. تحيا الجزائر وأهل الجزائر. كمان مرة نتمنى الفوز للفريق الجزائري بلدي الثانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسون اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.